السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبدأ اليوم بدرس مساحة شبه المنحرف من الصف السادس. بداية، شبه المنحرف هو مضلع رباعي مغلق فيه ضلعين متقابلين متوازيين زي ما احنا شايفين هون. بنسمي هذا الضلع القاعدة الأولى وبنسمي هذا الضلع القاعدة الثانية، والمسافة العمودية الرابطة بين القاعدتين بنسميها الارتفاع. وعلى الأغلب بحط لنا رمز هذا المربع إنها هي مسافة عمودية. لحساب مساحة شبه المنحرف عندنا قانون اللي هو نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. لو أخذنا أول مثال، المثال الأول جد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدتيه 12 سنتيمتر 8 سنتيمتر وارتفاعه 1 ديسي متر. بداية، قبل ما نبدأ نحل السؤال لازم يكون نتأكد إنه كل الوحد عندنا نفسها. هون عندي سنتيمتر سنتيمتر ديسيمتر، فبنحول الارتفاع من وحدة الديسيمتر للسنتيمتر. لتحويل وحدة الارتفاع من ديسيمتر لسنتيمتر بنضرب بعشرة. الواحد ديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر. بعدين بنكتب قانوننا وبنبدأ نعوض فيه. مساحة شبه المنحرف نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. نبدأ نعوض بالقانون، نص ضرب مجموع القاعدتين، القاعدة الأولى 12 زائد القاعدة الثانية 8 ضرب الارتفاع. بناخد الارتفاع اللي حولناه اللي بوحدة السنتيمتر 10، نص ضرب 10 5، بنجمع 12 زائد 8 وبنضربها بخمسة بطلع الجواب 100. وبننتبه للوحدة، وحدة المساحة هي سنتيمتر مربع، لأنه إحنا عوضنا كل الوحد بالسنتيمتر. لو عوضنا بالديسيمتر تطلع وحدة المساحة ديسيمتر مربع. لو بدنا نحل السؤال الأول، صفحة 59، شبه منحرف طول قاعدتيه 30 سنتيمتر 2 ديسيمتر وارتفاعه 4 ديسيمتر، احسب مساحته. بداية نتأكد انه كل الوحد نفس الوحد موحدة، هاي سنتيمتر ديسيمتر ديسيمتر. عندنا خيارين للحل، اما بنحول 30 سنتيمتر للديسيمتر او بحول 2 ديسيمتر والأربعة ديسيمتر للسنتيمتر. هون اعتمدنا نحول، بما انه هون 2 ديسيمتر نحول هاي للديسيمتر زيهم. للتحويل من سنتيمتر لديسيمتر بنقسم على 10، فال30 سنتيمتر تقسيم 10 تساوي 3 ديسيمتر. نكتب قانوننا، مساحة شبه المنحرف نص في مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. نبدأ نعوض، نص ضرب مجموع القاعدتين، القاعدة الأولى 3 ديسيمتر، القاعدة الثانية 2 ديسيمتر، والارتفاع من السؤال 4 ديسيمتر. نص ضرب 4 2، 3 زائد 2 5، ضرب 2 10 ديسيمتر تربيع. نلاحظ هون لأنه إحنا عوضنا بالديسيمتر طلع جوابنا بالديسيمتر المربع. مثال 2، قطعة أرض على شكل شبه منحرف مساحتها 400 متر مربع، فإذا كان مجموع طولي قاعدتيها 40 متر فجد ارتفاعها. لو ننتبه بهذا السؤال، المعطيات المساحة وطول القاعدتين والمجهول هو الارتفاع، المجهول مش المساحة. بس بما أنه أعطاني أنه شكل الأرض على شكل شبه منحرف، فأنا راح أحتاج قانون مساحة شبه المنحرف. طبعا زي ما بنلاحظ هون الوحد متر متر مربع، ما عندي مشكلة في الوحد. نكتب قانون مساحة شبه المنحرف نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. نبدأ نعوض بقانوننا بالمعطيات الموجودة عندي. عندي المساحة 400، راح أعوضها نص من القانون مجموع، معطيني مجموع القاعدتين جاهز اللي هو 40، بعوضهم والارتفاع بضل عندي مجهول. المساحة 400 نص مجموع القاعدتين من السؤال، يعني هو ما أعطاني قاعدة واحد لحال وقاعدة اثنين لحال، أعطاني مجموعهم وطالب الارتفاع بضل مجهول. بداية هلأ صارت عندي زي معادلة، هاي عندي مساواة وطرفين للمعادلة. أوجد ناتج نص ضرب 40 اللي هي نفسها 40 تقسيم 2 اللي هي 20. نزل طرف المعادلة الأول، المساواة الأول زي ما هو، نص ضرب 40 20 ضرب الارتفاع. صارت عندي معادلة فيها مجهول وحيد اللي هو الارتفاع. العملية بين المجهول المتغير اللي هو الارتفاع والثابت عملية ضرب. كيف بنوجد قيمة المتغير؟ بنقسم على الثابت.
400 تقسيم 20 20 متر، فالارتفاع لقطعة الأرض 20 متر. نبدأ بالسؤال الثاني الموجود صفحة 59. شبه منحرف مساحته 2 ديسيمتر مربع، فإذا كان طول إحدى قاعدتي 15 سنتيمتر وارتفاعه 10 سنتيمتر فجد طول قاعدته الأخرى. لو بننتبه بهذا المثال، نفس المثال اللي فوق معطيني المساحة، معطيني طول واحدة من القواعد، معطيني الارتفاع وطالب مني القاعدة الثانية. بداية قبل ما أبدأ أحل السؤال، في كتير منكم راح ينتبه إنه معطيني الأطوال سنتيمتر سنتيمتر والمساحة ديسيمتر مربع. فقبل ما أبدأ السؤال ببدأ بحول الاثنين ديسيمتر مربع لوحدة السنتيمتر المربع. للتحويل من ديسيمتر مربع للسنتيمتر مربع بنضرب بمية لأنها وحدة مساحة، مش بعشرة لأنها مش وحدة طول، وحدة مساحة. فبنضرب بمية، من اتنين ضرب مية، فاتنين ديسيمتر مربع 200 سنتيمتر مربع. بما إنه من المعطيات مساحة شبه المنحرف، أكيد رح نستخدم قانون مساحة شبه المنحرف. نكتب قانوننا مساحة شبه المنحرف نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع، وبنبدأ نعوض فيه. المساحة بنعوضها المساحة اللي حولناها لوحدة السنتيمتر المربع 200 نص ضرب مجموع القاعدتين. هو مش معطيني المجموع جاهز زي السؤال السابق، معطيني قاعدة 15 والقاعدة الثانية مجهولة اللي أنا أصلا لازم أوجدها ضرب الارتفاع. بداية عندي معادلة بس طرف المساواة هاد في أكثر من عملية حسابية. شو رأيكم نبدأ نضرب النص في 10 أو هي نفسها 10 تقسيم 2؟ فبتصير عندي الطرف هذا بضل زي ما هو، ونص ضرب 10 أو هي نفسها 10 تقسيم 2 5 ضرب 15 زائد القاعدة الثانية. هلأ صارت المعادلة أبسط شوي، 200 تساوي 5 ضرب بين قوسين مجموع القاعدتين، واحدة منهم معلومة 15 والقاعدة الثانية مجهولة. بداية لو بدي أجي أحل هذه المعادلة أو هذه كمسألة، رح أحكي أولويتي للأقواس، رح أحط أقواسي هدول بصندوق. كأنه صارت المعادلة تحكي لي شو العدد يلي بضربه بخمسة بيعطيني 200، يعني بدي أعتبر هذه كامل كوحدة واحدة، هذا كامل مجموع القاعدتين مجهول. شو العدد يلي بضربه بخمسة بيعطيني 200؟ أكيد في منا عرف إنها 40، اللي ما عرف إنها 40 يقسم على 5 طرفي المعادلة. تقسيم 5 تقسيم 5، ف200 تقسيم 5 40، فالعدد اللي بضربه بخمسة بيعطيني 200 هو 40. فقيمة هذا المتغير اللي هو 15 زائد القاعدة الثانية يساوي 40. صار عندي معادلة بسيطة، 40 تساوي 15 زائد القاعدة الثانية مجهول اللي هو القاعدة الثانية، بينه وبين العدد الثابت عملية جمع. لإيجاد قيمة المجهول بنضيف معكوس العدد لطرفي المعادلة. شو معكوس الخمستاش؟ سالب 15. بنضيف سالب 15 لطرفي المعادلة. 15 ناقص 15 صفر، رح تروح من هاي الجهة، بضل عندي هون القاعدة 2 تساوي 40 ناقص 15 وتساوي 25 سنتيمتر، لأنه أنا كل أطوالي عوضتها بالسنتيمتر. السؤال الثالث صفحة 60. بركة ماء أرضيتها على شكل شبه منحرف، طولها قاعدتيها 20 متر 24 متر وارتفاعها 12 متر، ارتفاع قاعدة البركة طبعا اللي على شكل شبه منحرف. يراد تبليط أرضيتها، فإذا كانت تكلفة المتر المربع الواحد 6 دنانير فكم تبلغ تكلفة تبليطها؟ السؤال طالب تكلفة تبليط البركة. بداية عشان أعرف كم تكلفة تبليط البركة لازم أعرف كم مساحة البركة، لأنه معطيني تكلفة المتر المربع الواحد، إذن بالتأكيد المطلوب أول إشي أحسب مساحة. بما أنه البركة على شكل شبه منحرف رح أستخدم قانون مساحة شبه المنحرف لما أحسب مساحة البركة. فمساحة البركة رح تساوي نص في مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. من
يعوض بالقانون نص ضرب مجموع القاعدتين من السؤال 20 متر و 24 متر ضرب الارتفاع 12 متر. 12 تقسيم 2 6 ضرب 20 زائد 24 44 نضربهم تطلع مساحة البركة 264 متر مربع. طبعا لهون ما وقف حل لاني انا حسبت مساحة البركة ما حسبت تكلفة تبليطها. عشان احسب تكلفة التبليط هو بيحكي لي المتر المربع الواحد بست دنانير، بس انا ما عندي متر مربع واحد، انا عندي 264 متر مربع. فالتكلفة راح تساوي مساحة البركة في سعر المتر المربع الواحد. مساحة البركة أوجدناها 264 وسعر المتر المربع الواحد 6 دنانير. 264 ضرب 6 حاصل ضربهم 1584 دينار. لو رحنا على السؤال الخامس صفحة 60، لوحة جدارية على شكل شبه منحرف طولا قاعدتيها 8 أمتار 6 أمتار وارتفاعها 4 أمتار يراد دهانها. فإذا كانت العلبة الواحدة من الدهان تكفي لدهان 2 متر مربع، فكم علبة دهان نحتاج لدهان اللوحة؟ بداية لما يكون عندي لوحة وبدي أدهنها، عشان أعرف كم علبة أحتاج لازم أعرف مساحة هاي اللوحة، وبما أنه اللوحة شكلها شبه منحرف رح أطبق قانون مساحة شبه المنحرف لحساب مساحة اللوحة. فمساحة اللوحة رح تساوي نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. بتأكد إنه كلهم بالأمتار، أمتار نعم كل الوحد متشابهة، ما في داعي أعدل على الوحد. ببدأ أعوض مباشرة نص ضرب مجموع القاعدتين من السؤال، هاي القاعدة الأولى هاي القاعدة الثانية وهي الارتفاع، عوض التعويض مباشر. 4 تقسيم 2 اللي هي نفسها تكافئ نص ضرب 4، 2 ضرب 8 زائد 6 14، 2 ضرب 14 28 متر مربع. هاي مساحة اللوحة، هاي مش عدد علب الدهان، بدك دائما تنتبه على المطلوب، المطلوب كم علب الدهان بحتاج. انا اوجدتهم مساحة اللوحة 28 متر مربع، بيحكي لي انه اللوحة العلبة الواحدة تكفي لدهان 2 متر مربع، يعني لو عندي 4 متر مربع بدي علبتين اللي هي 4 تقسيم 2، بس انا هون عندي 28 متر مربع، اذا العملية اللي راح نستخدمها هي عملية القسمة. عدد علب الدهان اللي راح احتاجها راح تساوي مساحة اللوحة تقسيم 2، لانه العلبة الواحدة تكفي لدهان 2 متر مربع. 28 تقسيم 2 أنا بحتاج 14 علبة عشان أدهن هاي اللوحة اللي مساحتها 28 متر مربع. لو رحنا على السؤال السادس صفحة 60، لوحة جدارية على شكل شبه منحرف طول قاعدته العلوية 4 متر، هاي هون معطين الرسمة، وارتفاعه 6 متر يعلوه مربع طول ضلعه مساوي لطول قاعدتها العلوية. فإذا كانت مساحة اللوحة 52 متر مربع فجد طول قاعدته السفلية. بداية معطيني لوحة، هاي اللوحة بتتكون من جزئين، الجزء الأول زي ما احنا شايفين شبه منحرف، شبه المنحرف هذا في فوقيه مربع. معطيني معلومات إنه القاعدة العلوية لشبه المنحرف 4 متر، ارتفاعه 6 متر، القاعدة العلوية طولها نفسه طول ضلع المربع الذي يعلوها، وزي ما بنعرف ان المربع جميع اضلاعه متساوية، فهي 4 متر وهي 4 متر وهي 4 متر واكيد هاي كمان 4 متر. معطيني المساحة الكلية للشكل، للشكل كامل يعني للمربع ولشبه المنحرف، وطالب مني اوجد طول القاعدة السفلية. زي ما شفنا في الأسئلة السابقة، عشان أوجد القاعدة السفلية أو واحدة من القاعدتين إذا كانوا عندك مجهولين في شبه المنحرف تحتاج مساحة شبه المنحرف. هون مش معطيني مساحة شبه المنحرف، معطيني مساحة الشكل كامل اللي هو شبه المنحرف والمربع، بس أنا بقدر أوجد مساحة المربع. مساحة المربع تساوي طول الضلع تربيع، طول ضلعه 4 ف 4 تربيع 16 متر مربع. هلا المساحة الكلية تمثل مساحة المربع ومساحة شبه المنحرف اللي هي 52 متر مربع. إيه منها 16 متر مربع مساحة 16 متر مربع اللي هي مساحة المربع، فكم بيضل مساحة شبه المنحرف اللي هي 52 ناقص 16 اللي هي
36 متر مربع. إذا أوجدنا مساحة شبه المنحرف 36 متر مربع. السؤال مش طالب مساحة شبه المنحرف، طالب طول القاعدة السفلية، بس أنا أوجدته عشان من خلال قانون مساحة شبه المنحرف أقدر أوجد القاعدة السفلية. ببدأ بعوض بقانوني مساحة شبه المنحرف لأن أوجدتها 36 تساوي نص ضرب مجموع القاعدتين. أنا القاعدة الأولى معطيني إياها السؤال 4 متر، القاعدة الثانية مجهولة ضرب الارتفاع معطيني إياها السؤال 6 متر. نبدأ نحلها زي ما حلينا المعادلات السابقة. 6 تقسيم 2 اللي هي نفسها نص ضرب 6 3 ضرب 4 زائد القاعدة الثانية تساوي 36. اعتبرنا هاي كاملة مجهول. شو العدد اللي بضربه بثلاثة بيعطيني 36، أو بقسم طرفي المعادلة على 3 بيعطيني 12. فأربعة زائد القاعدة الثانية أو هذا الصندوق كامل قيمته 12. 4 زائد القاعدة الثانية تساوي 12 اللي هي القاعدة السفلية. صار عندي معادلة بمجهول واحد بينها وبين عدد ثابت عملية جمع، بنضيف معكوس العدد للطرفين، معكوس العدد 4 طبعا اللي مع المجهول، ناقص 4 ناقص 4. فالقاعدة الثانية اللي هي القاعدة السفلية المجهولة 12 ناقص 4 8 متر، وهيك بكون أوجدت المطلوب اللي بده إياه السؤال.